هو انا لو بيد السلطه ما اجيبك انت وعبد العزيز وسلام وصلخكم اسلوب خيش بهاي اللي هاي القطعه الفارغه واحرق المعاملات واحرق المعاملات واشويكم بيها. اهلا استاذ العزيز مساء الخير. هلا بيك. شلونك استاذ نجم؟ هلا اخوي استاذ لي احكي لي. استاذ نجم انا مصاب من سنه 2006 من قبل القوات الامريكيه في مدينه الرمادي ومعاملتي امشي بيها لحد الان واقفه. من سنه 2017 انا امشي بيها. انت من 2006 جريح؟ مصابين. انا جريح وكملت اوراق تحقيقيه وارضاني على لجنه السيد القاضي بالقصر. انت مدني وعسكري بابا؟ انا مدني. مدني. عندك عجز؟ نعم. عندك بالاصابه عجز؟ نسبة عجز 70%. 70%. شفت السيد القاضي بالانبار؟ نعم. انطى موافقه واجراء اللازم. يا سنه؟ صادق على الاوراق التحقيقيه سنه 2017. اي. رحت للتقاعد ومشت ما رحت واقفة على الباركود لحد الآن. كل ما أودي المعامل المؤسسة أجي ألقاها ضايعة. يا مؤسسة هاي مؤسسة الشهداء مدينة الرمادي مؤسسة الشهداء والجرحى. كل ما تروح يضيعون بمؤسسة هسا. ويا رئيس مؤسسة الشهداء يا أسراء منو رئيس مؤسسة الشهداء؟ إذا هي كل ربع ساعة غير لها مسؤول تطلع مسؤول حرامي وتجيب مسؤول حرامي. منو هسه المسؤول؟ هسه حاليا موجود مدير اسمه سعدي من زمن دكتور عبد العزيز البدري بدلوا عده مدراء. زين سعدي من تروح عليه؟ سعدي من تروح عليه؟ شو معامله الاضاءات عندك انت؟ والله واي استاذ اخير معامله بزمن استاذ سلام رحت لقيتها مذبوحه بالطين ورا المؤسسه لاقحيها ويا عده الاف المعاملات. ويا الاف المعاملات الضاعت. اي موجودة ورا المؤسسة لقيتها ملجوحة رحت بديت بيها من جديد. ها ذا لقيت معاملتك لقيت المعاملة ملجوحة ورا المؤسسة. ورا المؤسسة موجودة وياها آلاف المعاملات. اي وبنفسي كان المدير هو طلع وشاف بنفسه. يا شو اسم هذا المدير الجديد سعدي؟ المدير الجديد اسمه سعدي. شاف المعاملات ملجوحة ورا الدائرة؟ لا كان استاذ سلام. سلام الراوي. سلام شافن بعينه؟ اي نعم شافن بعينه. كان يقول لي هذني مو تابعات الي هذني من كان المدير اللي قبلي اسمه عبد العزيز البدري. يما فدوه يما فدوه السلام وفدوه العزيز البدري وفدوه لهالدوله هاي وفدوه لهالديمقراطيه وفدوه لهالنظام الاداري. ذني مو قيات ذني قيات عبد العزيز. هو انا لو بيد السلطه ما اجيبك انت وعبد العزيز وسلام وصلخكم اسلوب خيش بهاي اللي هاي القطعه الفارغه واحرق المعاملات واحرق المعاملات واشويكم بيها بيا مكان يوجعك. سلام وعبد العزيز اسويكم فرجه ولكم معاملات ضايعه. انت يا سلام من اجيت وقفت عليها ابن الناس كان لزمتهن كان كتبت بهن العبد الاله النايلي كان خاطبت الدوله ولكم هذا من 2006 جريح لليوم ما ماكله خبزة. هو أنت لو حليبكم طاهر ومن نطفة طاهرة وولد حلال تخلوا لكم جريح 16 سنة يراجع 17 سنة يراجع بهاي الدولة. وإضافة إلى دائرة الصحة انطوني نسبة عجز التقرير الطبي متوأم طلع يعني من طيل عدة أشخاص نفس العدد ونفس التاريخ. إيه بابا هي الدولة هي هاي المؤسسات ابني هاي المؤسسات تشبر وتشتغل. ما شفنا احنا هل النهار كله نصيح وما يحبونا. إيه هسه والله يا اخوان الف مرة قلناها احنا مو اعداء احنا جاي نكشف لكم المستور اللي انتو ما تدرون بيه. يا سيد عبد الاله النايلي الف مرة انا سولفت لك. يا حكومة ألف مرة قلنا ومن نصير القصة قال لقد استهدفت المحافظة. يا با أنا شعدي استهدف المحافظة خال ولد عم بنية ملاتاني وزيراني انقلكم ناس ملت. سمعتوش يقول والله يا أستاذ سمعتوش يقول يا ناس يعني أنا بعت بيتي لأجل أتعالج سويت 5 عمليات بالهند وبعمان وبعت بيتي الله يشهد هسه قاعد ويا ابوي واني مقعد يعني
نشوف حالتي، اذا تريدنا على الهواء اطلع وياك على الهواء يا اخوي. هسه طلعت على الهواء وقبل طلعت على الهواء وصرخنا. نعم نعم، انا بدايه كل حلقه اكو ناس تستجيب. نعم. اكو شرفاء بالدوله تستجيب، لكن قصه الشهداء وقصه المعوقين معامله ضيع. هسه هاي البنيه مواليد 64، يعني عمرها 59 سنه، مسويه معامله وضاعت. مؤسسة الشهداء الضيع، مؤسسة الجرحى الضيع، النوب القرار يستنسخ وقايم يمشي مجاني. اخوان انتبهوا للدولة، مقضينا النهار كله خبن بالسوالف، النهار كله بس هتشذب بالبيانات والخطابات. عمي ذولا اولى، ذولا اولى، انتبهوا لهاي الناس. مو بعدين الناس تدوس على ظهوركم، تدوس على روسكم. هذا الجوع اذا ما عنده قدرة ان ينتقم لنفسه، ثقوا بحق لا إله إلا الله، الله ينتقم وينتقم من عندكم شر انتقام.